هنادي قولي لي انت يعني الاعمال اللي عملها هاني مهنا انت بتحبيه اكتر كعازف ولا كملحن موسيقى تصويريه اكتر؟ الاثنين قوي، مو عشان لما بيعمل موسيقى تصويريه بيعزف فيها. يا سلام. طب احنا عندنا مجموعه من الاعمال اللي هاني مهنا عمل لها او حط لها الموسيقى التصويريه اللي في ناس كتير عارفاها ويمكن تكون قريبه من ودنها بس ما يعرفوش ان هاني مهنا هو اللي حطها لافلام مشهوره جدا. حفلات كتيرة من أم كلثوم والعبد الحليم حافظ هتلاقوا لو شغال الحفلة هتلاقوا هاني مهنا واقف وعمال يعزف.